وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر خاصة ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الم في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير الماليه والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والسيده نيفين جامع وزيره التجاره والصناعه واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة وعرض السيد وزير المالية بصفته مقرر لجنة الطروحات خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 من ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية. كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية. وجذب الاستثمارات المباشره مع مراعاه تنوع البرنامج لتغطيه مختلف القطاعات الاقتصاديه. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على خطه الحكومه فيما يتعلق بصناعه السيارات موجها سيادته بمواصله العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائيه خاصه الصناعات المغذيه لها وذلك لمواكبه الاتجاه العالمي في هذا الاطار. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي. الاجتماع تناول متابعه استراتيجيه الدوله للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القوميه التنمويه. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع شركاء التنميه الدوليين في موضوعات البيئه والتحول الاخضر بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدوله للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهوريه والحفاظ على التنوع البيولوجي بها كما وجه السيد الرئيس بتحقيق اقصى استفاده من التعاون التنموي لدعم جهود الدوله لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام فضلا عن تعزيز التنافسيه وتحفيز دور القطاع الخاص في زياده معدلات النمو الى جانب تعزيز جهود الدوله للاستثمار في البنيه التحتيه وراس المال البشري من خلال مبادره حياه كريمه مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنمويه في تلك القطاعات من خلال المنصات الدوليه المختلفه. من جانبها استعرضت الدكتوره رانيا المشاط ابرز جهود التعاون الانمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافه اشكال الدعم اللازم للمشروعات التنمويه الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدوله وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الانمائي التي تم اعدادها بمشاركه كافه الجهات المعنيه من حكومه وقطاع خاص ومجتمع مدني. والتي تاخذ في الاعتبار اولويات الدوله اتساقا مع برنامج الحكومه مصر تنطلق والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والمبادرات الرئاسيه المختلفه ذات الصله خاصه مبادره حياه كريمه حيث تضمنت ابرز تلك الاستراتيجيات استراتيجيه التعاون الجديده مع البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه حتى عام 2027 فضلا عن الاطار الاستراتيجي للشراكه مع الامم المتحده. من اجل تحقيق التنميه المستدامه بالاضافه الى جهود تعظيم الاستفاده من التعاون مع الاتحاد الاوروبي وكذا تعزيز الشراكه مع بنك الاستثمار الاوروبي كما عرضت السيده وزيره التعاون الدولي ابرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي والذي انعقد تحت رعايه السيد الرئيس بالقاهره في سبتمبر 2021 حيث تم تاكيده في البيان الختامي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الاقليمي فيما بين بلدان الجنوب وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما اطلع السيد الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية، والتي تسعى لتحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه الشامله والمستدامه خاصه ما يتعلق بمشروعات التغير المناخي وكذا دعم مبادره حياه كريمه